بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سؤال سالني احد الاحبه قال اريد ان اعطي زكاه مالي لجمعيه اس او اس هل فيها اشكال شرعي من ناحيه شروط مصارف الزكاه أولا أريد أن أتوجه بالشكر لسائل هذا السؤال لأنها بشارة خير أولا يبحث عن أنه سيؤدي الزكاة فهذه منة من الله لهذا السائل الكريم أنه يريد أن يطبق ركنا من أركان الإسلام وهي الزكاه الامر الثاني هو انه يتحرى هل هناك مجالات عده اعطي فيها زكاه مالي وهناك اشياء غامضه ومسميات لم يستطع ان يفهمها منها هذه المؤسسة اس او اس اقول له اخي الكريم الله سبحانه وتعالى بين لنا مصارف الزكاة فقال سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية يختم الله سبحانه وتعالى الايه بقوله فريضة من الله ما هي الصدقه المفروضة علينا هي الزكاة اذا انت عندما تريد ان تتصدق بمال الزكاة الذي فرضه الله عليك وعرفت ان النصاب كذا وان ما عليك من اداء الزكاة هو مبلغ لنفرض 200 دينار بح. قلنا وبين الله ان ان الصدقات هي للفقراء والمساكين والعاملين عليها الفقير الذي لا يملك قوت عامه والمسكين الذي لا يملك قوت يومه والعاملين عليها هم الذين يجمعون اموال الزكاه تعطى رواتبهم ومستحقاتهم من اموال الزكاه التي يجمعونها به انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هي اوجه الخير التي يقوم بها المسلم في سبيل مساعده غير المسلم لان الله خلق هذا الانسان خلقه سواء كان على غير مله الاسلام أو أنه من المشركين الذين لا يؤمنون بأن هناك إلها. ف... فأنا أريد أن أؤلف بين قلوب هؤلاء المسلمين لنريهم عظمة هذا الدين، رحمة هذا الدين. أنا أشارك اليهودية والمجوسية بأننا مخلوقين من الله سبحانه وتعالى. لكن انار قلبي رب فسلخت الطريق الذي يوصلني الى مرضاته ذاك ما هو ذنبه ان كان لنفرض في ادغال افريقيا او في اخر نقطه في هذا العالم لم تاته رساله السماء لاننا قصرنا في ان نبلغ منهج الله الى هؤلاء اذا هذا اتقرب اليه بمع... بمساعدته واعطائه هذا النصيب من المال، اؤلف بين هذه القلوب، احببهم لانه سيسالني لما تفعل ذلك؟ اقول لان الذي خلقني هو الذي خلقك والذي صورني هو الذي صورك والذي يعني اوجدني في هذا الكون هو الذي اوجدك فعلي من حيث مبادئ ديني الذي اعتنقه ان اقف الى جانبك وامد لك يد العون والمساعده دون نظر الى مبدا او فكر او غيره انك اخي في الانسانيه عندما يجد هذا الرجل ما اقدمه له من عون انما يبحث عن الدافع الذي دفعني لان اعمل هذا فاقول له انما هو دين هو دين انزله الله سبحانه وتعالى على سيد البشر اشرح له ما هي مبادئ هذا الدين كيف يقوم على المحبه والعدل والرحمه والخير والبركه ان تحس بالم اخيك عندها لا بد ان احرك فيه كوامن الخير الموجوده في 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 قلبه عند ذلك يريد ان يستزيد من هذا الدين ثم يعلن اسلامه هذه هي ما قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذا هو ديننا الذي نريد ان نبلغه لهذا العالم الممتد المتسع الاطراف نريد ان ننشر مبادئ الخير والرحمه نريد ان نكون اهلا لحمل لواء هذا الدين العظيم اخي واختي القضيه تحتاج الى صدقك في العلاقه بينك وبين الله فان صدقت الله صدقك وان صدقك انار قلبك واذا استنار قلبك شع نورا يضيء على من حولك فهذه هي عقيدتنا وهذه هي مبادئنا اذن إس ما هو هو عمل خيري هدفه هو ان ينقذ هؤلاء اللقطاء، الضعفاء، اليتامى، المشردون فاذا انما ينفق لان ينقذ هذا المجتمع ينقذه من براثن الفقر والجوع والرذيلة والجريمة فيجوز لك اخي المؤمن ان تعطي زكاتك لجمعيه اس او اس فهذا هو الخير الذي نريد ان نحظى جميعا بنتائجه ان شاء الله السؤال الذي يليه هو شيخ عندي ولدي عنده ست شهور مجاش زارني وين نمشي نحب نطل عليه ونرجع المياه لمجاريها لكن هو يرفض قل لي اش نعمل راني حرت حارد ليلي اخي الكريم اخي الحبيب لا يسرع الاب لمرضاه ولده اصبحت مفاهيمنا مقلوبه على الولد ان يسرع لينال رضا والده. لم نجد في الفقه الاسلامي كله وفي حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان يبر الوالد ولده. اما ان يبر الولد والده هذا امر وبالوالدين احسانا. ان تحسن لوالدك مش أن يسعى الأب ليرضى ليأخذ مرضاة ابنه يعني سبحان الله فقلت يعني الولد والله بعض الأحيان دمعتك تسبقك عندما يقول ولدي عنده ست شهور مجازارني هو يرفض يرفض لعوده المياه الى مجاريها انا اقول لك يا ولد يا اخي الكريم سبحان الله استحي استحي ان ان اذكر هذا انه جاحد للنعمه كافر بها عاص لوالديه عاق بوالديه فماذا يحلم يحلم بنجاح في العمل وتوفيق في الحياة لا الله سيكون خصما قويا لهذا الاله... هذا الولد والله خاتمته لا تسر أبدا والله إنما سينال غضبا من الله لا نعلم مداه ف... فليحذر الله سبحانه وتعالى يقول ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد والله احبتي في الله ما بين دعاء الام ودعاء الاب بين السماء لا حاجز ابدا اذا شعر الاب او الام يعني رغم كل محبتهما انا اتعجب من هذا الاب لانه اب لانه رحيم لان الله رفع قدره وقذف فيه الرحمه والحب قصه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ولدي انطقه الشهاده فلم ينطق فماذا اعمل فقال لما قال هو عاق لوالديه فماذا قال قال للصحابه اجمعوا لي حطبه حتى احرقه بنار الدنيا قبل ان يحرق بنار الاخره فاسرعت الام وقالت يا رسول الله أول النار حملته تسعة أشهر أول النار أرضعته عامين أول النار يا رسول الله لأنه عندما جاء وهو على فراش الموت قال أنطقوه الشهادة فلم ينطق فلما سأل الحبيب المصطفى عن السر قالت كذا وكذا وكذا قال حرقوه بنار الدنيا قبل أن يحرق بنار الآخرة انظروا إلى موقف الأم أول النار حملته تسعة أشهر يا رسول الله أول النار أرضعته عامين فبعد أن توسلت نظر إليها قال لها أو أنت يعني غير راضية يا أمة الله قالت بل أنا راضية عنه يا رسول الله فأنطقه الشهادة فنطق إذا نحن سبحان الله كيف أقول عندي ولد عنده ست شهور مجاش زارني أقول والله يا ولدي ولا أتشرف أن تكون ولدي لك مستقبل معتم ولك عذاب شديد ولك ولك غضب من الله عظيم فأسرع بارضاء والدك والله دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أسرع لتقبل يد أبيك وقدمه قبل رأسه اذهب إليه وأسرع فوالله لك عذاب لا يعلمه الا الله لانك عاق لوالديك اياك ولذلك انت يا ولدي انت يا اخي الكريم سبحان الله يعني انت صاحب اخلاق عاليه وانت قلبك كبير جدا يعني انت الذي تريد انت الذي تريد ان تزور ولدك رغم سوء خلقه وعقوقه فهنيئا لك بهذا القلب الكبير اسال الله وادعو الله ان يشرح صدر ولدك وان يستنير بنور الله سبحانه حتى يعود الى الفك وحبك و و يعني وصدرك نسال الله ندعو له نحن دائما نريد ان ندعو دائما بالخير هذا هو السؤال الثاني الذي وردني سبحان الله السؤال الذي يليه كنت متحجبه وعائله خطيبي اجبروني على نزع الحجاب خاطر يحبوني ما غير حجاب هذه يعني تعبير ضعيف جدا هل يجوز اللي عملتم اياك يا بنتي اولا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق قلنا في مقابله سابقه قلنا هذا الخطاب يقول فيه تعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذه هي أفضال الله عليك يا ابن آدم هذه هي خيرات الله لك يا ابن آدم فأنت أحق أن ترضى أم هذا الذي خلق ورزق وصور وأحسن وأكرم هو أولى أن يعبد فلذلك إن أجبروك على نزع الحجاب فاياك ان تسمعي بل دائما توجهي بالدعاء الى الله ليشرح صدر من من اغضبه هذا العمل ليشرح صدره وينير قلبه ويعود اليه ولكن انت نحن عندنا مبدا في الشريعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فعليك ان ترفضي نزع الحجاب وان يبقى الحجاب هو التاج الذي على راسك بل عليك ان يعني في اسوا الحالات ان, أن تقولي له والله اغضبك ولا اغضب ربي و ولا اطيعك واطيع ربي فهنيئا لك بهذا التاج الذي وضعته على راسك وابقه والله لا بد ان يشرح صدره او ان نحن نسال الله ان يشرح صدره لا ندعو على احد بالاذى والضرر لا نقول اللهم اهد قلبه اللهم انر قلبه اللهم دله على طاعتك حتى ينال رضاك في الدنيا والاخره ان شاء الله هذه مجموعه الاسئله احبتي في الله التي اجبنا عليها في هذا الوقت نسال الله ان نكون قد اعطينا كل سؤال حقه في الجواب وان الله قد يعني شرح لنا صدرنا ويسر هذه الكلمات التي خرجت من فم خلقه الله وعطره الله بذكره لانه انار قلبه بنوره يا نور السماوات والارض يا ذا الحبل الشديد يا ذا الامر الرشيد نسالك يا ربنا الامن يوم الوعيد نسالك الجنه يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود انك يا حبيبنا غفور ودود